إلى أخبار الرياضة، أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد البطولة الإفريقية للأمم في المرتبة الثانية أمام المنتخب المصري بنتيجة 29 مقابل 21 إصابة في نهائي النسخة 26 التي اختتمت بنصر المنتخب الجزائري، ضمن التأهل إلى كأس العالم والملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس بعد مشوار مميز عاد فيه أشبال المدرب فاروق دهيلي للواجهة بعد عشرية كاملة من الغياب، فألف مبروك بهذا الإنجاز القاري.